نعم. هل يشترط في سجود التلاوة والشكر الطهارة والاستقبال القبلة؟ نعم، أكثر أهل العلم فيما أعلم أنهم يقولون لا بد من استقبال القبلة والطهارة. أما في سجود التلاوة فظاهر، لأنها تأتي والإنسان مستقر يستطيع أن يتوضأ ليقرأ ثم يسجد. وأما سجود الشكر فلا تشترط فيه الطهارة، لأن النعم التي يسجد من أجلها تأتي الإنسان على غرة، هو على غير طهارة، فإن ذهب يتوضأ فات الوقت، وإن سجد أدرك الوقت. فالصحيح أن سجود الشكر ليس له طهارة، لا تجب له. وأما استقبال القبلة فهل يليق بإنسان مسلم يسجد لله أن يسجد ويجعل القبلة وراءه؟ أسألك. نعم، هذه يعني إرادة في الحقيقة ما هو إلا إرادة جدلية. وأما حقيقة نعم، ها طيب ما في مشكلة. وأما أنه يسجد الإنسان ويجعل القبلة وراءه ما أظن أحد يفعل. نعم.